هنا القاهرة عاصمة الخبر، حلقة جديدة من النشرة المغربية نرصد فيها أهم الأحداث في المغرب العربي في عام 2022. أهلا بكم. وبدايتنا من تونس، حيث شهدت تونس العديد من الأحداث في عام 2022 على جميع الأصعدة، إلا أن الاستفتاء على الدستور كان له الاهتمام الأكبر خلال هذا العام. المزيد حول أبرز الأحداث والقرارات التي شهدتها تونس خلال عام 2022 في هذا العرض التالي. يحتفل المواطنون التونسيون بأعياد رأس السنة. المزيد في سياق هذا التقرير. والله نتمنى إن شاء الله يا ربي العباد تتبدل تولي تحب الخير لبعضها، خاطر العباد ولات بصفة غريبة تتمنى الشر لبعضها، وكهو نتمنى إن شاء الله، عندي أمنيات إن شاء الله يتحقق. سيرتو العباد اللي خرجوا من حياتي ان شاء الله ما يرجعوش يشوش معايا 2023. هكا ان شاء الله الفامي كل لاباس، وصحابي زاده لاباس كاو. ان شاء الله يا ربي تنقص شويه الاسعار، خاطر الشعب التونسي ما عادش ينجم بالحق، ما عادش ينجم. الشهريه ضعيفه والاسعار عاليه، هذا ما نتمناه، بيتبدل وضع البلاد وان شاء الله العام الجديد احسن. نتمنى الصحه والعافيه ليا ولولادي ولعائلتي، ونتمنى الجزائر ان شاء الله وتونس والمغرب كامل يكونوا خاوه ويتنحى العداوه بيناتهم كلش. نتمنى النجاح في قرايتي، وربي يخلي لي عائلتي وماما وبلادي مستقره وحره. في 2023 نتمنى النجاح في الدراسه لبناتي، ونتمنى يا ربي تونس والجزائر تكون مستقره وهانيه وامنه يا ربي. انا نتمنى في 2023 كل خير للأمة الكل، الكرة الأرضية، نحب الحياة، نحب الدنيا ترخص، نحب شبابنا يعيشوا عيشة مزيانة مزيانة مزيانة. نحن الحمد لله عشنا الحمد لله ونرضاو بالبي وبالخايب، أما أنتم الشباب تحبوا الحاجة المزيانة، كيفكم أنتم ماذا بكم؟ حاجة باهية، ماكلة باهية، اللبسة باهية، تعيشوا عيشة مزيانة، الخدمة، وفرونا الخدمة الخدمة الخدمة.
احنا تطلعاتنا وامنياتنا نتمنى ب 2023 انه يتم بالهناء وبالخير لتونس ولجميع الدول العربيه، هذا اللي نتمنى. والله على جميع الصعيد الشخصي بطبيعه الحال كل بشر عنده امنيات، هو في الحب ثم باش يعرس ثم باش يبني دار ثم باش يخرج للخارج وكذا. بالنسبه لي انا ان شاء الله نتمنى الخير للبلاد كامله، نتمنى باش انا نترفه يوما ما وباش ينوب عليا ربي وباش نلقي علاقات طيبه كسيادتكم وكغيركم وكذا، ونلقي مستثمرين لانه نتمنوا الخير لتونس ونتمنوا الدعم لتونس، هذا اللي نتمنوه. انا نتمنى كل خير للامه العربيه، اول حاجه وين الحاجه الوحيده اللي نتمناها بالضبط بالضبط، نتمنى الشعب التونسي كتله واحده، نوليو ما عايش لا نحكيو لا على اوروبا لا نحكيو على درشنيه ولا نحكيو كان على تونس، وتحبها تونس انت ولا تشيخ على تونس وتحب ماذا بيك تونس، فهمتني زاهية ونايره، يلزمنا يد واحده. طلعات عام جديد ان شاء الله يطلعنا بخير ونعمه ويفك علينا هذا الوباء ساعة تاع الكوفيد وها مرض وهالجريب هذا اللي ردوا يعملوا له في صدارك. انا جزائري جيت نحوس في تونس وكاين برشا صوالح شابين، ونتمنى ان شاء الله بربي 2023 يدخل علينا بخير ويدخل على امه محمد المسلمه بخير. والله قاعدين نحضروا في الاجواء وكل شيء، ونتمنى العائله الكل بخير، ونتمنى البلاد تتحسن اكثر كي من تو، ونتمنى التفوق في دراستي ويفضل الدار وكل شيء وتكون الدنيا بخير معنا. وللمزيد تنضم إلينا من تونس نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية. نسرين، بداية برحب بك وكل عام وأنت بخير، يعني أطلعينا على أهم الاستعدادات لاستقبال العام الجديد في تونس. صباح الخير فيروز، أتمنى لك أيضا عاما سعيدا ولكل الزملاء في قناة القاهرة الإخبارية وطبعا لكل مشاهدينا الكرام. أبرز الأحداث في تونس طبعا هذا الدستور الجديد الذي جاء في يوليو من العام الحالي، وتونس أصبح لديها الآن دستور جديد يقر صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية ويحد من صلاحيات البرلمان. طبعا هذا الدستور جاء بعد أداء سيء للبرلمان السابق وبعد تعفن هكذا كما يصف يعني العديد من المتابعون، وحتى الرئيس قيس سعيد يصف المشهد السياسي السابق يعني بأنه كان مشهدا متعفنا، وكان هذا سببا في بدئه هذه الإجراءات الاستثنائية التي بموجبها كان لتونس أصبح لتونس دستور جديد. وقبله أطلقت الحكومة الاستشارة الوطنية التي استفتت الشعب فيما يتعلق يعني طبعا من خلال هذه الاستشارة قال الشعب كلمته فيما يتعلق بمطالبه في كل المجالات اجتماعيا اقتصاديا سياسيا وحتى فيما يتعلق في يعني ظروف حياته اليومية والمرافق العمومية التي تسير حياته اليومية من الخدمات وكل ما إلى ذلك. طبعا أيضا تونس عاشت انتخابات أو بالأحرى الدور الأول من الانتخابات التشريعية وتستعد لإطلاق الدور الثاني صار الدور الثاني من الانتخابات التشريعية ليكون لتونس برلمان جديد في العام القادم. طيب. هناك أيضا طبعا على طبعا نسرين. نعم. نسرين، نحن عددنا فيديو جراف يعني عرضنا فيه أهم يعني أهم ما مرت به تونس خلال عام 2022. أنت على الأرض في تونس، دعيني أسألك سؤال آخر، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي في تونس، كيف تأتي هذه الاحتفالات برأس السنة الجديدة أو بالعام الجديد في تونس بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها تونس؟ كيف تؤثر على ربما القدرة الشرائية أو على القدرة لدى المواطن التونسي على الاحتفال
بعيد رأس سنة جديدة. أثرت بشكل كبير بالأوضاع الاقتصادية العالمية والأوضاع السياسية التي كان لها تبعات اقتصادية كبيرة. تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعب، تأثرت طبعا بتداعيات جائحة كوفيد 19، تأثرت أيضا بالحرب الروسية الأوكرانية، وهذا يضاف إلى يعني أن الوضع الاقتصادي التونسي يعيش صعوبات كبيرة فيما يتعلق بمديونته الخارجية، في شح الموارد لميزانية الدولة، شح مداخيل الدولة، وهذا أثر كثيرا. طبعا هناك ارتفاع كبير للأسعار، والمواطنون التونسيون تأثروا بهذا، ويعني كان لهذا أثر أيضا على احتفالاتهم بال يعني رأس السنة هذا العام، لكن يحاولون طبعا في كل الأحوال التأقلم مع هذه الظروف وتوفير كل المستلزمات اللازمة، كل حسب مقدرته. طبعا هناك تفاوت في الطبقات الاجتماعية مثل كل البلدان، وكل بحسب مداخله موارده يحاول أن يحتفل. طبعا دائما هناك هذه البهجة، ودائما هناك أمل في الحياة، الحياة تستمر رغم كل الصعوبات طبعا. وهناك بعض الاحتفالات، لكن دعيني أقول ليس احتفالات في الشارع، ليس هناك احتفالات في الشارع يعني نظمتها جهات حكومية، لكن الاحتفالات تكون في فضاءات يعني خاصة، مثل المطاعم والمقاهي. هناك أيضا استعدادات من العائلات التونسية للاحتفال برأس السنة يعني بين أفراد العائلة، وهذا طبعا هنا كنت سأسألك نسرين الوضع في تونس، ولكن أيضا لأن الكثيرين من التونسيين يفضلون أن يكونوا في رأس السنة محاطين بأفراد عائلتهم على أن يعني يقضون ويدخلون السنة الجديدة بين يعني في احتفالات عامة أخرى. نسرين هل تسمعينني؟ طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال بزميلة نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، وكل عام وأنت وتونس بخير. ونذهب إلى ليبيا، حيث شهدت البلاد أحداثا عدة في عام 2022، ولعل أهمها كان إعلان البرلمان الليبي إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد دبيبة، واختيار فتحي باش آغا لتولي منصب رئيس الوزراء. المزيد في هذا العرض.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من بنغازي محمد عبد الحق مراسل القاهرة الإخبارية لينقل لنا أهم ربما تطلعات الشعب الليبي والاستعدادات لاستقبال عام جديد عام 2023. بداية عبد الحق يعني أرحب بك في هذه الجولة المغاربية، انقل لنا كيف جاءت الاستعدادات في مدينة بنغازي تحديدا في ليبيا بالاستعداد للعام الجديد 2023. صباح الخير فيروز، كل عام وأنت والسادة المشاهدين وكل الزملاء في قناة القاهرة الإخبارية بألف ألف خير، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة على الجميع. حقيقة زميلتي فيروز، الشعب الليبي هو شعب محافظ لا يحتفل كثيرا برأس السنة الميلادية، ولكن كانت الشوارع سعيدة بما أنجزته لجنة الطوارئ الجديدة من افتتاح لبعض الحدائق والمنتزهات على جوانب الطريق بعد حالة الدمار التي كانت تعم مدينة بنغازي خاصة بعد تحريرها. فهناك تطلعات وآمال على الصعيد الاجتماعي، والآن هناك تطلعات على الصعيد السياسي، لأنه السيد محمد النفي رئيس المجلس الأعلى أو رئيس المجلس الرئاسي يعني نوه إلى محاولة جمع ورائب الصدع بجمع مجلسي الدولة ومجلس النواب بمحاولة مناقشة كل ما يعاني منه الشعب والمواطن الليبي. الشعب الليبي حقيقة من تطلعاته الآن أن يصلوا إلى الانتخابات البرلمانية، ثم بعدها إلى الانتخابات الرئاسية. فعين المواطن الليبي تتطلع إلى إنجازات ما حصل في جمهورية مصر العربية، ويتمنون أن يمن الله عليهم بحالة من الاستقرار كما يمن على أهلنا وأخوتنا في جمهورية مصر العربية بعد انتخاب الرئيس السيسي. صار هناك بلد قوي بمؤسساته وزاراته وتطلعاته وتنميته، فهذه هي تطلعات الشعب الليبي بشكل عام. طيب محمد، لعل من أهم مظاهر الاحتفال التي كانت تشهدها لعل من أهم مظاهر الاحتفال العامة التي دائما ما كانت تشهدها مدينة بنغازي بالتحديد هي الاحتفالات أو الاستعدادات التي تتزين بها بعض الشوارع الكبيرة والشهيرة في بنغازي كشارع فينيسيا وشارع دبي والحدائق وغيرها من الشوارع الكبيرة في بنغازي. من ناحية أخرى كانت دائما قوات الأمن في الاستعدادات لاستقبال رأس العام الجديد يعني تحاول أن تحكم السيطرة الأمنية فيما يخص استخدام المفرقعات النارية كنوع من أنواع الاحتفال. هل رصدت يعني أو هل تم رصد أي نوع من أنواع هذه المخالفات التي كان يتم القيام بها في الاحتفال أثناء الاحتفال بالعام الجديد؟ حقيقة دائما الجهات الأمنية يعني تتابع عن كثب، خاصة في كل الأعياد والمناسبات الرسمية وغير الرسمية، لمحاولة يعني متابعة الشارع الليبي عن كثب ومتابعة كل المخالفات التي قد يتوقع أن تحصل في حالة التجمهر أو التجمع، ويشكرون على ذلك. لكن قد يكون زميلتي فيروز بسبب الحالة الاقتصادية التي يمر بها المواطن الليبي فلم يكن هناك مظاهر كبيرة جدا كما كنا نشهد في السنوات السابقة. فعادة الليبيين في رأس السنة تتمركز على المفرقعات كما ذكرتي، تتمركز على إطلاق المفرقعات النارية احتفالا بتوديع عام وبداية عام جديد. لكن هذه السنة لم نشهد بشكل كبير أو بشكل مبالغ في بعض المناطق التي ذكرتيها مثل هذه المظاهر. نعم. طيب سؤال أخير محمد، كل دولة لديها طريقة خاصة للاحتفال باستقبال العام الجديد، هل هناك أكلات أو يعني طقوس خاصة تتم في ليلة رأس العام الجديد؟ حقيقة ليس في رأس العام الجديد، ولكن في رأس السنة الهجرية وفي عيد المولد النبوي الشريف هناك العصيدة الليبية التي يقومون بها منذ ساعات الصباح الأولى، وتتجمهر وتتجمع حولها جميع أفراد العائلة في هذا اليوم أكثر من رأس السنة الميلادية، وذلك يعود إلى التراث الليبي القديم بإحياء مثل هذه المناسبات، وقد يكون أكثر في عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، يعني بحيث تتجمهر كل
فئات الشعب الليبي في الساحات. أيضا هناك تجمع في أول يوم العيد الفطر ويوم عيد الأضحى بجانب ضريح عمر المختار، ولكن أيضا يعني في 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 استقبال العام الجديد كثير من العائلات تتجمع لاستقبال العام الجديد أو السنة الجديدة معا. قد يكون بشكل يعني بشكل عادي بشكل استثنائي وليس بتركيز كبقية الدول العربية يعني، لكن ذكرت لحضرتك ان في مناسبات اكثر اهمية بالنسبة للشعب الليبي من نهاية العام الجديد. نعم، الزميل محمد عبد الحق مراسل القاهرة الإخبارية، اشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معي مباشرة عبر الهاتف من بنغازي ليبيا. شهدت الجزائر العديد من الأحداث في عام 2022 على جميع الأصعدة، إلا أن القمة العربية والتي استضافتها الجزائر كان لها عظيم الأثر والاهتمام الأكبر في هذا العام. أبرز الأحداث التي شهدتها الجزائر في عام 2022 في هذا العرض. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من الجزائر حكيم بوغرارة الكاتب والباحث السياسي. أستاذ حكيم، بداية أرحب بك وكل عام وأنت بخير. يعني إذا ما تحدثنا عن هذه القرارات أو هذه المحطات الكثيرة التي مرت بها الجزائر في عام 2022، دعني أبدأ معك من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر، ويعني هذه الزيارة التي حملت أيضا في طياتها العديد من أشكال التعاون الثنائي بين البلدين وسط استمرار القضايا الخلافية. أهم هذه يعني أهمية هذه الزيارة وما مهدت له خلال عام 2022. السلام عليكم ورحمة الله، شكرا على الدعوة وأهلا بالمشاهدين، وعام سعيد لكم ولكل الشعب المصري ولكل شعوب العالم. والجزائر حقيقة في 2022 عرفت الكثير من
الأحداث أهمها ربما زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر وعقد علاقة أو اتفاقية للتعاون متجددة، هكذا سموها، تضمنت الكثير من المحاور أهمها إنشاء لجنة تضم مؤرخين من الجزائر وفرنسا لدراسة ملف الذاكرة وملف التاريخ وطلبات الجزائر بتسليم الأرشيف وتطهير الصحراء الجزائرية من التجارب النووية الفرنسية. هذا الملف الذي كان دائما عائقا بين تطوير العلاقات الجزائرية الفرنسية، اهتدى الرئيسان الرئيس عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون إلى إبعاد التاريخ عن التراشق الإعلامي والسياسي من خلال تنصيب لجنة مؤرخين تعطي قراءة موضوعية وذكية لإنصاف الحقائق، ويعني وضع موقف من طلبات الجزائر خاصة المتعلقة بحقوقها التاريخية. الرئيس عبد المجيد تبون قال بأن مهما تطورت العلاقات الفرنسية في العصر الحديث إلا أن ملف الذاكرة لا يمكن التنازل عنه، وبالمقابل فرنسا كذلك أبدت الكثير من الليونة لوضع حد لملف الذاكرة والتاريخ من خلال تعيين مؤرخين فرنسيين بقيادة بنجامان أسطورة. في الجانب الاجتماعي هناك اتفاقيات على تحسين أوضاع المهاجرين الجزائريين في فرنسا من خلال اتفاقية 1967 وإمكانية تحديثها ومنح الامتيازات والأفضلية للجالية الجزائرية في فرنسا. هناك اتفاق كذلك في الجانب الأمني والعسكري على عقد يعني اجتماعات مشتركة بين مجلسين أعلى للأمن للدولتين، فيه أمور اقتصادية لتطوير المبادلات وجلب الاستثمارات الفرنسية إلى الجزائر وتمكين الجزائر من التكنولوجيا. على كل هذه الاتفاقية وضعت حدا للكثير من المشاكل التي وقعت بين باريس والجزائر، خاصة تشكيك إيمانويل ماكرون في تاريخ الأمة الجزائرية والدولة الجزائرية، وبالتالي الزيارة الأخيرة التي ستعقبها زيارة للرئيس عبد المجيد تبون الذي أعلن أول أمس في حوار لصحيفة الفيغارو الفرنسية بأنه سيقوم بزيارة دولة في 2023 إلى فرنسا، وبالتالي إمكانيات التعاون في المجال الأمني والاقتصادي هي كبيرة جدا على أن يبقى ملف الذاكرة والتاريخ بيد المؤرخين وإبعاده عن التراشق السياسي والإعلامي الذي دائما ما كان السبب فيه. أستاذ حكيم، دعني أنتقل معك لنقطة أخرى هامة جدا. ربما يعني كانت الجزائر شهدت عاما حافلا في عام 2022 في زيارات كثير متبادلة على المستوى الرفيع، استضافت القمة العربية في دورتها 31، استضافت مؤتمر الأمن والسلم في ديسمبر، تم انتخابها أيضا كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. في رأيك إلى أي مدى جاء عام 2022 ليكون يعني عام الحظ ربما أو عام مبارك للجزائر في إعادة بلورة سياستها الخارجية ودورها في الساحة الدولية من جديد؟ وحقيقة سنة 2022 عرفت حراكا دبلوماسيا جزائريا إن صح التعبير، سواء من خلال احتضان قمة جامعة الدول العربية التي كانت تحضيراتها عسيرة جدا بالنظر لتبعات كورونا والشرخ العربي الكبير وتدهور الأوضاع الكثير من الدول العربية، وبالتالي التحضيرات كانت شاقة جدا، وتحقيق توافق بين مختلف الدول العربية كان صعبا في الكثير من المحطات بسبب اختلاف وجهات النظر وابتعادها كثيرا عن التوافق. لكن أعتقد منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية العرب عادوا إلى بعضهم وتوافقوا على الكثير من الملفات، وتيقنوا بأن قمة جامعة الدول العربية قد تكون نقطة لضمان مكان للعرب في النظام العالمي الجديد المتعدد الأقطاب. لاحظنا بأن القمة العربية مرت في ظروف يعني عسيرة جدا، لكن المخرجات كانت مهمة لصالح الشعوب العربية، أهمها حشد الدعم للقضية الفلسطينية والتفاهم على ضرورة بناء قاعدة للأمن الغذائي والطاقوي العربي. تحدثوا عن تغيرات المناخية وإشراك المجتمع المدني في إدارة الشؤون العامة، وبالتالي هذه المخرجات هي أهم أمر، والأهم منها هو أن يعمل مجلس جامعة الدول العربية المشكل من الملوك والرؤساء والأمراء على تجسيد هذه المخرجات، لأن الإشكالات التي طرحتها الصحافة العربية والدولية هو إمكانية وقدرة الدول العربية على تجسيد المخرجات، لأننا يجب أن نتجاوز تنظيم أو عقد قمم الدول العربية على أنها غاية، لكن الغايات هي تجسيد تطلعات الشعوب، وبالتالي الظروف
صعبة جدا. نلاحظ الملف الفلسطيني، الملف الليبي، الملف السوري، اليمني، الكثير من الملفات التي عجز العرب عن اقتراح حلول عربية لتمكين هذه الدول من الأمور العادية حتى نقوي الجبهة العربية ونفكر في الفعل أكثر من رد الفعل، ولا أن نكون يعني مساحات للحروب بالوكالة بين مختلف القوى الدولية. على كل كانت القمة الجزائرية، القمة العربية بالجزائر نقطة لمسار طويل جدا لتحقيق الإصلاحات والتوافق على مختلف الحلول حتى ننتقل للتموقع في النظام العالمي الجديد الذي يظهر بأنه لا مكان فيه للدول المنفردة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تتكتل مع الاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان، فما بالك بالدول العربية. حتى خطابات الدول العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77 كان هناك تقاطعا دبلوماسيا عربيا بضرورة العودة إلى الوحدة العربية وإعادة بعث الجامعة الدول العربية التي قد تمكنها من مكان استراتيجي في العلاقات الدولية وفي المرحلة ما بعد الأزمة الأوكرانية، خاصة وأننا نمتلك الكثير من القدرات في مجال الطاقة وفي مجال الغذاء والأراضي الزراعية التي قد تمنحنا قوة كبيرة للتموقع مستقبلا. طيب هناك الكثير من، دعني أنتقل معك لنقطة أخرى. يعني تحدثنا عن أهم ما بلورته الجزائر أو حققته الجزائر في عام 2022 فيما يخص سياستها الخارجية، ماذا عن الداخل الجزائري؟ ما أهم ما تم إنجازه في عام 2022 في الداخل الجزائري بالنظر إلى الوضع الاقتصادي من ناحية، التعديلات الوزارية التي جاءت من ناحية أخرى، أيضا ربما من أهم ما تم أيضا كان العقد الذي منحته الجزائر للصين بحوالي 520 مليون دولار لبناء مصنع بتروكيماويات. أهم ما حدث في الداخل في عام 2022 هو الداخل الجزائري. حقيقة هناك ديناميكية كبيرة لإرساء الإصلاحات في الجزائر بعد حراك 2019. ساحة سياسية ما زالت محل انتقادات كبيرة حتى باعتراف رئيس الجمهورية الذي اشتكى من ضعف أداء الكثير من الوزراء والتغييرات التي قام بها تكرارا على مستوى الحكومة ما زالت لم تواكب الوتيرة التي ينتظرها الشعب الجزائري أو حتى السلطة في الكثير من المرات. لحسن الحظ أن ارتفاع أسعار الطاقة جعل مؤشرات الاقتصاد الكلي تتحسن، ارتفعت الصادرات إلى 55 مليار دولار، احتياطي صرف ب 60 مليار دولار، هذا على مستوى الكل الأمور تحسنت إيجابيا، لكن تبقى على مستوى مؤشرات الاقتصاد الجزئي ما زالت فيه الكثير من المتاعب الاجتماعية، فيه بعض التضخم وارتفاع بعض الأسعار واحتجاجات نقابية كثيرا لدعوتها للسلطة من خلال تحسين الأجور ورفع مستوى المعيشة وتوسيع عملية التوظيف في القطاع العمومي حتى نمتص البطالة ونمكن الشعب الجزائري. هناك تقدم كبير في ملف محاربة الفساد. السلطة أعلنت مؤخرا بأنها استرجعت حوالي 20 مليار دولار على المستوى الداخلي، مصانع وفيلات وشقق فخمة وأرصدة مالية غير مشروعة، وتراهن على الخارج كثيرا، وقالت بأن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والكثير من الجنات الضريبية التي كانت تهرب إليها أموال الجزائريين تجاوبت بطريقة إيجابية. على كل الأمور الداخلية ما زالت في ديناميكية كبيرة، لأن حتى البرلمان يناقش عشرات مشاريع القوانين. سيد حكيم هل تسمعني؟ نعم. نعم. سيد حكيم أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. أستاذ حكيم بوغرارة الكاتب والباحث السياسي، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معي مباشرة عبر سكايب من الجزائر. ونذهب إلى المغرب حيث شهد المغرب العديد من الأحداث
في عام 2022 على الأصعدة كافة، إلا أن حادث وفاة الطفل المغربي ريان بعد سقوطه في بئر عميقة زلزلت أرجاء الوطن العربي والعالم كله، والذي ظل يتابع الحادثة لأيام. وعلى المستوى الرياضي، استطاع المغرب تحقيق إنجاز تاريخي بحصوله على المركز الرابع في بطولة كأس العالم كأول فريق عربي وأفريقي ينجح في ذلك. المزيد حول أبرز الأحداث والقرارات التي شهدتها المغرب خلال عام 2022 نشاهدها في هذا العرض. لمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا الآن عبر سكايب من العاصمة المغربية الرباط بدر الزاهر الأزرق الباحث السياسي. أستاذ بدر، بداية أرحب بك وكل عام وأنت بخير. يعني ما أهم حققته الجزائر في عام 2022 بداية في سياستها الخارجية المغرب عفوا؟ أكيد على المستوى الدبلوماسي يمكن أن نقول أن الحصيلة كانت جد جد إيجابية بالنسبة للمملكة المغربية هذه السنة، خاصة وأن أهم قضية بالنسبة للمغرب هي قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، عرفت تحولات كبيرة هذه السنة بانضمام مجموعة من الدول إلى لدعم توجهات المغرب لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، في مقدمة إسبانيا وعدد من دول أمريكا اللاتينية والدول الإفريقية، بل منها من افتتح قنصليات لها بجنوب المملكة المغربية. إذن هذه السنة أيضا كما قلت كان هناك انعطاف تاريخي، حيث كان سجلنا تحولا في موقف المملكة الإسبانية بخصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية، حيث اعترفت بمغربية الصحراء ثم اعترفت بصواب وجدية التوجهات المغربية من خلال مشروع الحكم الذاتي الذي سبق وان اقترحته المملكة سنة 2007 على اعتبار أنه حل نهائي وذو مصداقية ويحظى بقبول جميع الأطراف من أجل الخروج من هذا المأزق المفتعل. إذن كانت هذه السنة هي سنة تراكم لمجموعة من النتائج الإيجابية، ولكن دون أن ننسى أن كانت هناك مجموعة من الأزمات ومجموعة من الهزات، خاصة مع ألمانيا مع فرنسا كذلك، غير أن مع ما تم هذه السنة تم تجاوز كل هذه الإشكاليات التي كانت مطروحة في العلاقة مع هذين البلدين. تحسنت العلاقة بشكل كبير مع ألمانيا التي أيضا أشادت بصواب توجهات المملكة المغربية لإيجاد حل للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، ثم كذلك كان هناك تحولات في موقف الفرنسي الذي انضم إلى الموقف الألماني، وتم أول أمس تعيين سفير جديد بالمغرب بعد أن كان هذا المنصب شاغرا لعدة شهور. إذن اليوم مع ما تم السنة شهر ديسمبر يعني أتى بمجموعة كذلك من النتائج الإيجابية للدبلوماسية المغربية، وعلى العموم التقييم هو تقييم جيد لأداء الدبلوماسي للمغرب خلال هذه السنة.
طيب ماذا عن الوضع الداخلي أستاذ، يعني أستاذ بدر، ماذا عن الوضع الداخلي في المغرب؟ ما الذي أو ما أهم المحطات التي شهدتها المغرب في عام 2022، والقرارات أيضا التي شهدتها المملكة المغربية خلال عام 2022؟ على المستوى الداخلي كانت هناك يعني الوضع الاقتصادي العالمي ألقى بظلاله على الوضع الاجتماعي والوضع الداخلي في المغرب، ارتفاع نسب التضخم، ارتفاع الأسعار أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن المغربي الذي رأى أن قدرته الشرائية تدهورت بشكل كبير، وهذا الأمر دفع باتجاه مطالبة الحكومة من أجل التدخل لدعم القدرة الشرائية لمواطن المغرب خاصة على مستوى المواد المشتقة من المحروقات كالبنزين وغيرها، ثم بعض المواد الغذائية. لا ننسى أن هذه السنة هي أيضا كانت سنة فلاحية صعبة على المغرب، حيث تراجع إنتاج الحبوب بشكل كبير، ثم كانت مسألة ندرة الزيوت، ثم مجموعة من الأشياء المرتبطة بهذا السياق. غير أن هناك كان هناك تحرك إيجابي بالرغم من الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة على مستوى ضبط مشهد الأسعار في المغرب، إلا أن على العموم كانت مسألة تدمير الندرة كان تدبيرا جيدا وحكما من طرف الحكومة المغربية، على اعتبار أن المملكة المغربية اليوم يتستورد الجزء الأكبر من حاجيتها من المحروقات من الخارج، ورأينا أن كان هناك موقفا جزائريا توجه نحو قطع إمدادات المغرب بالغاز، وهذا خلق مشكل بالنسبة لتزويد المغرب بحاجيته من الطاقة من الغاز أو من البترول، ورأينا كذلك كيف أن الطلب كان مرتفعا وأن سلاسل التوريد كانت مضطررة بداية السنة، ولكن رغم ذلك تمكن المغرب من تأمين حاجياته بل وحافظ على أثمان الغاز في المغرب. طيب دعني أذهب معك لنقطة أخرى أستاذ بدر، يعني المغرب يستعد كغيره من الدول لاستقبال عام جديد، وهناك مظاهر كثيرة دائما يعني لدى البلدان عامة في طريقة استقبالها للعام الجديد، ما أهم ما يشتهر به المغرب في استقبال العام الجديد من تقاليد، وهل أثرت الحالة الاقتصادية في المغرب على الاستعدادات التي كان المعتاد عليها في كل عام؟ المغرب البلد لا توجد فيه أقليات تحتفل برأس السنة الميلادية أو بهذا العبور الزمني، ولكن رغم ذلك المغاربة هم يحتفلون شيئا ما بهذا برأس السنة الميلادية، وتكون احتفالات مخففة شيئا ما عن طريق اقتناء حلويات أو اجتماع الأسر فيما بينها خلال هذه السنة، لأن ليس لديها رمزية دينية بالنسبة للمغاربة، وليس لديها ذلك الحضور الذي يكون لدى المجتمعات التي تتضمن أقليات مسيحية أو غيرها، ولكن رغم ذلك المغاربة هم يحتفلون بهذا الموعد السنوي، من خلاله يكون هناك تقييم لما حدث خلال السنة الماضية، تكون أحاديث بين العائلات، هناك عادة لشراء الحلويات خلال نهاية السنة، والاحتفال احتفال مصغر بطبيعة الحال، ولكن دون أن تكون لديه أي دينية أو أي ارتباط بأي كما قلت أن ليس هناك أقليات مسيحية في المغرب تحتفل بها بهذا بالعام الجديد. نعم بالعام الجديد. أسعد بدر زهر الأزرق الباحث السياسي، أشكر جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معي مباشرة من المغرب. في موريتانيا شهدت خلال عام 2022 أحداثا سياسية واقتصادية وأمنية مهمة، كان أبرزها هو تشكيل الحكومة وزيادة أسعار المحروقات وزيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور.
ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من العاصمة الموريتانية نواكشوط الدكتور سليمان ولد الشيخ الكاتب والباحث السياسي. دكتور سليمان بداية أرحب بك، كل عام وأنت بخير. يعني نحن نتحدث عن بداية عام جديد، يعني يوم غد 2023، ما هي أهم المحطات وأهم ما حققته نواكشوط على صعيد السياسة الخارجية والدبلوماسية من ناحية وأيضا في الداخل الموريتاني خلال عام 2022؟ شكرا جزيلا، كل سنة وانتم بخير، أتمنى لكم سنة سعيدة وعدد الأمتين العربية والإسلامية. بخصوص موريتانيا، تعتبر هذه سنة 2022 تقريبا السنة الأخيرة من الاستحقاق الأول أو الأربع سنوات الأولى التي طبعت نظام الحكم الذي جاء بالانتخابات الديمقراطية، وسوف تكون عندنا سنة 2023 استحقاقات انتخابية، لعلها هي المحطة السياسية الكبرى، لأنه سوف يتم تغيير البرلمان، سوف يكون تغيير البلديات، سوف يكون هنالك يعني منعطف سياسي جديد. على الصعيد الاقتصادي طبعا موريتانيا ككل الدول عانت من جائحة كورونا ومضاعفات الحرب الروسية، لكن كان هنالك عمل جيد من الحكومة، لأنه لم تشهد البلاد مجاعات، لم تشهد يعني ضغطا كبيرا على الخدمات يعني يؤدي إلى الانفلات. صحيح أنه هنالك تأثير بين على الشرائح وخطر الشرائحات الهشة، لكن الدولة في هذا الإطار تبنت عدة مبادرات وعدة برامج اقتصادية تعتنى بهذه الطبقات الهشة، مثل سياسة التآزر التي أنشأت بطاقات تأمين صحي لمئة ألف أسرة، هنالك توزيعات نقدية مباشرة على الأسر الهشة، هنالك توزيع معونات غذائية. طبعا شهدت 2022 أمطار غزيرة، إن لم نقل طوفانية، على البلد لم يشهدها منذ 30 سنة، كان لها تأثير أيضا، وهذا هام جدا بالتأكيد، خاصة بالنظر إلى أزمة التصحر التي كانت تعاني منها موريتانيا السنوات الماضية، ومن ناحية أخرى زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور والذي أقرت في عام 2022، ربما كانت من أهم القرارات التي اتخذت في الداخل الموريتاني. من نواكشوط الدكتور سليمان ولد الشيخ الكاتب والباحث السياسي، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، كنت معي مباشرة عبر الهاتف من هناك. إذا مشاهدينا، بهذا تنتهي جولتنا المغاربية، وكانت جولة خاصة للوقوف على أهم ما مرت به دول المغرب العربي في عام 2022. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال أو رأسي، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال QR كود الظاهرة على الشاشة أمامكم. كنت معكم في هذه الجولة المغاربية، أنا فيروز مكي، شكرا على طيب المتابعة، كل عام وأنتم بخير. هنا القاهرة عاصمة الخبر.